أنا المصور محمد العاني من مدينة الفلوجة، راح أشوفكم اليوم مدينتي الفلوجة بعيوني. بدايتي وبتصوير الموبايل، قمت أصور بجهاز الموبايل للمدينة عام 2018 بعد عودتي من النزوح. فهنا ألهمني أنه أوثقهن وأصورهن، صورتهن بجهاز الموبايل، وبعدين اعتمدت على نفسي وأخذت دروس عبر اليوتيوب، والحمد لله اشتريت كاميرا، كانت أول كاميرا بالنسبة لي، لحد الآن محتفظ بيها، هي كانون 750. بعدها الحمد لله اعتمدت على نفسي وصرت مصور فوتوغرافي. يعني بداياتي ب 2020 أسست نفسي من البدايات من ناحية الزوايا والتكوين والأساسيات مال الكاميرا. هنا أنا بدأ شغفي يكثر ويكثر، وأنه أوثق المدينة بأحلى صورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. شو أخبارك؟ ممكن أخذ لك صورة؟ إيه ليش لا؟ عاد الجمعة العاني، العمر 63 سنة. ابتديت بهذا المحل أعمل من بداية عام 91، يعني 33 سنة إحنا نعمل بهاي المصلحة. هاي المصلحة تعلمناها إحنا من أمهاتنا، كنا نشوفهم يعني من يشتغلون يفورون الحليب ويخثرون، وبعدين يطلعون الزبد، وبعدين يصفون الزبد إلى دهن ويبيعوه. فكان فترة بداية التسعينات كان الدهن قليل بالفلوجة، يعني ماكو ذيك الكميات. هسه لا، توفر والحمد لله، يعني بكميات كبيرة موجودة. والله هي ذكرياتي بهذا المكان، يعني احنا اللي كانوا الناس يجيبون العجايز الأوليين، يعني اللي من الريف، من منطقة زوبع، منطقة البعيسة، منطقة يعني حتى من الرضوانية. احنا عندنا معاميل من الرضوانية إلى الرمادي، هذا صوب الشامية وصوب الجزيرة، تقريبا من الشعلة والقارمة إلى منطقة البعبيد بالرمادي. أنا ذولا معاملي لحد الآن، أكو ناس من التسعينات يعني أكو اتصال وصلة بيناتنا وياهم. يعني هاي اللي أعتز بها، أنه أنا معروف على مستوى ريف الفلوجة كله يعني. والحمد لله ما صارت عندنا أي مشكلة ويا واحد، يعني لا بيع ولا بشراء يعني، ونعطي الناس حقها وزيادة. السلام عليكم. السلام. شلونك عمي؟ شلونك؟ ممكن استكان شاي؟ عمر. زين عمي، احكي لي عن حياتك، شلون الشاي وياك؟ والله الحمد لله دارجه وياها، مشيها. كم سنه صار لك هنا؟ راح يصير 20 سنه، يعني ما اخذها وراثه حتى عن والدي. كنت صغير اشتغل وياه، توفى الله يرحمه، رجعت ابيع شاي وراه. هسه انا كل مكان لباوع عليه اتذكر ارجع 30 سنه 40 سنه اللي ورا بيها. ماكو مكان ما عندنا بيه ذكريات بالفلوجة. زين، ماخذ صورة بحياتك وحد الآن تتذكرها؟ اي الصور من كنا بالثالث متوسط، هذني موجودات حد الآن، يعني محتفظ بيهن. ابني محتفظ بيهن، انا من ما احب ابوع عليهم. ليش؟ تأثرني، تأذيني، يعني الذكريات تأذي، لأن الماضي أحسن من الحاضر. طبعا اهم شغله بتصوير حياه الشارع انه تختار الزاويه الصحيحه واللحظه المهمه. لازم تنتظر اللحظه اللي انت تتمناها، راسمها بدماغك. فاهم نقطه انه تخطط قبل تطلع تصور حياه الشارع. وبالنسبه لي انه العفويه بالتصوير وهذا المحور كلش مهمه. الله يساعدك عمي. سلامك الله. حياك الله. شخبارك؟ حياك الله. اسمي عبد المطلب حميد، عمري 52 سنة. الله يحفظك، عمر طويل إن شاء الله. الله والد لحظة السعادة من تروح لعيالك، أنت مشتغل طلع قوت يومك وماخذ شيء لأهلك ولعيالك ورايح، يعني أسعد شيء. عندك أولاد؟ عندي 3 أولاد وبنية. الله يحفظك. رحم الله والدي. حياة سعيدة عندك؟ والله الحمد لله، أحمد الله وشكر. الحمد لله وشكر. أزول ما مطلوبين وما إيش اسمه. ألف الحين دربنا وجايين دربنا الحمد لله. زين عمك، وصورة أنت محتفظ بيها لحد الآن تتذكرها؟ والله عندي صورة من أنا يعني طفل قبل لا أسجل بالمدرسة، وعندي صور
أنا وأصدقائي طلاب كنا بالمدارس بسفرات مدرسية. بعد تتذكر هاي الأيام؟ كانت أيام حلوة سعيدة. فهذني ما تنسي هاي الأيام. زين هسه ممكن آخذ لك صورة؟ يا عاد. أكثر الأماكن اللي جذبني بتصوير سوق الفلوجة هي المهن القديمة اللي عمرها بين 40 إلى 50 سنة والأزقة اللي موجودة داخل السوق. وطبعاً هاي المهن مثل التمور وبيع الأقمشة والنجار والنداف وعلوة التمور، يعني هواية شغلات موجودة بهذا السوق. طبعاً أنا أحب أوثقها. طبعاً أنا عمري يعني من الفلوجة وعشت بالفلوجة، فلازم أوثقهم حتى تكون الأرشيف للمدينة، وهذا الارشيف انه باكر عقب اشوفه للاجيال للاجيال. والخفتاوي الخفتاوي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ صحتك؟ ان شاء الله تكون بخير. الله يسلمكم. انا اخذت لك صوره على راسي استاذ حبيب قلبي. سالم راسك. الله يسلمك. الله يحفظك. استرع استرع. لا لا استرع. لا واقف. لا شلون يصير؟ اسمي حجي حسين احمد زيدان الجميلي. على راسك. العمر مواليد 61. عندي اثنين بالكليه راح يخلصون سنه والبنيه خلصت. الله يحفظهم. الله يحفظهم. نعم. شوي احكي لي عن التمر، طبيعة التمر. والله احنا علوة هاي مو بس تمر، الموسم هسه مال التمور. تمام. التمور العراقية مشهورة هي بكل بلدان العالم. رفيق هاي نجمع منها من الفلوجة وندز بالميناء البصرة. يجي ابو كربلاء، يجي ابو النجف، يجي ابو بغداد، كلهم نمونهم احنا. يودون وين؟ تصدير. هي مسقط راسنا وراس ابهاتنا واجدادنا واجداد اجدادنا. رفيق يعني من أب الجدة احنا. زين هسه اذا قلت لك اذا اخذ لك صوره جماعيه ويا من؟ نعم. هاي ولدي وهاي العمال ايدي ورجلي. رزقي على الله وعليهم. أفضل عنصر بالتصوير وخاصة تصوير حياة الشارع هو أنه تكون على عفويتها وعلى بساطتها وعن حياة الناس الموجودة بدون تصنع. أهم شغلة أنه نبتعد عن المشتتات بالصورة مثل الأجواء البسيطة مثل الشمس القوية. أهم ذني أنه نبتعد عليهم حتى تكون صورتنا صحيحة. السلام عليكم. السلام. شلونك عمي؟ أغاتي. حياك الله. هلا. شلون الصحة؟ أنا أخذت لك صورة. أي. شو رأيك بيها؟ أي. ماشت إيدك. هاي من 93 ويا عمي كنت أشتغل الله يرحمه. توارثناها ومصلحتي هاي ظليت عليها. شغله ماشي والحمد لله، وأحب مصلحته وشغله من فضل الله الحمد لله ماشي على كل حال. نية حياتي الله يستر علينا ويحفظنا ويحفظ العراق ويحفظكم أمة محمد. آمين. هو الجيران أقرب شيء عليك بالسوق الجار. جارك. يلا خليني أخذ لك. يلا. اسمي محمد عبود، فلوجة، متزوج، عندي أولاد كبار. الله يحفظهم. هاي المهنة أنا بيها من قبل 40 سنة. كنت موظف حكومي، بعدين طلعت تقاعد. فقد هاي المهنة مرافقة إنه يعني
مهنة الخياطة مهنة نظيفة، مهنة لازم يكون صاحبها صادق يعني بموعده بعمله، فيها متاعب بس يتحملها أبو المهنة، هو يتحملها المتاعب مالته. عندي ولد كلهم موظفين ما ورثتها إلهم، لا هي مهنة متعبة، فبهذا الوقت حيل متعبة. قبل كانت مهنة حلوة، كانت الخياطين معدودين، هسه كثرت وصارت مو حيل أشجع عليها يعني. فإحنا هسه من كبرنا اتخذنا هاي المهنة كمكتب إلك، يعني تقعد يجوك أصدقائك يجوك فيك يعني ماشي. والله هي كمهنة قبل كانت مهنة حلوة، أنا خياط سترة وبنطلون يعني خياط قوط. الصورة تعني لك أنه ذكرى الإنسان، يقول الأجسام تنتهي والصورة تبقى للذكرى، فصورة هاي للذكرى تأخذ مثل أنت وعائلتك، أنت تكبر توصل أرض العمر ترجع لصورك تشوف عائلتك يمك شوفك أنت بعد كنت أنه بريان حياتك، هاي ذكريات حلوة تبقى للذكرى. اللي يروح تبقى صورة، سراحونا أبهاتنا يعني بقى صورهم نتذكرهم نشوفهم نتذكرهم، فالصورة تجسد الماضي. مصور حياة الشارع خاصة بأي مدينة هو عنصر كلش مهم، يعني إنه هذا الشخص راح يصور المدينة مالته، راح يأرشف في المدينة، راح يوثق حياة الناس، طبيعتهم، ثقافتهم، الحياة اللي عايشين بيها، هذا كليته كلش مهم إنه المصور يوثق هذا الشيء. طبعاً أكثر شيء يجذبني بهذا السوق هي الأماكن مالته التراثية، يعتبر أقدم سوق بالمدينة، يعني أول مدينة ما أنشأت إنه هو هذا السوق موجود، المهن الموجودة بيه، الأزقة مالته، فهذا كليته إنه يجذبني إنه حتى أصور بيه وأوثقه. عبد المجيد إسماعيل حميد، عمره 31 سنة، زوج وعندي جهال اثنين. الله يحفظ، الله يحفظهم إن شاء الله. الله يسلمك. أكيد هاي المهنة أحبها، لأن هاي صار لي تقريبا 60 سنة أخذتها من أبويا، وأبويا أخذها من جدي، والحمد لله والشكر هذا رزقني. ألف الحمد لله. قبل يومين جاء واحد اشتغل وياي، ماكو ما لحق تعرف اسمه، قال لي راح أروح أصلي وراح، وهي الروحة هاي وحدة. وحدة نوبة جاني واحد يدور بوفي 10 فوت. إي قلت له عمي ما عندي، وقال لي متوازي وعندي عرس وهاي. لا الله عمي ما عندي بس 12. كان اقول لا انا رايد 10. اخر شيء قلت له عمي دخل هاي ال 12 من عندي هديه فوتيه، واخذها وراح. اذا هاي احب انا اخذ صور عندي ولد خالتي صبابي غينا، احب اخذ وياهم صور. زين هسه انا اريد اصورك عادي؟ اي عادي صور وخذ راحتك. تمام. شلون تريد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البركة. علي أبو محمد 47 سنة من أهالي الفلوجة. حياك الله. متزوج عندي 4 أولاد وبنتين 2. حياك الله. ربي يحفظهم إن شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة للمحل تفاصيله واتينا من الحجي إحنا يشتغل بيه، كنا نتعاون ويا الحجي، الحجي توفى بس إحنا والولد شلون نشتغل بيه على باب الله. محلاتنا تعتبر شلون نقول اللي يستخدمها الفلاح. من ما يحرث القاع، عندنا المشلاء اللي يسوي بها الالواح، عندنا الكرك اللي يسقي بيه، ورا ما يطلع الزرع عندنا المنجل البادوره، شو يستخدمها الفلاح؟ شو يحتاج الفلاح؟ من زرع البذور الماء يحصدها. الصعوبات اكثر شيء عندنا شغله المواد نقلها من بغداد، لان سوق الجمله مالنا ببغداد احنا، من بغداد داخل الفلوجه، بالنسبه للسيطرات والطريق بعده والنقل اسعاره غاليه. صعب بسبب صعود الدولار ونزوله، وبسبب شلون نقول الاوضاع اللي تمر بها البلد. حال احتفاظ بصور عندي، شلون نقول صور من انا بالسادس ابتدائي بالالبوم مالي، عندي صور مال زواجي لحد الان، وانا تزوجت 2006. يعني رقم ان البيت احترق بس انا من طلعت بعض من عتن وياي البوم من ضمن المواد اللي طلعوا وياي.
اهم المعارض اللي شاركت بيها هو معرض اكسبوجر في الشارقه سنه 2018، وطبعت صورتي في الكتاب ايضا. وايضا عندي معرض في امريكا يختص مدينه الفلوجه، وايضا طبعت صورتي وارشفت في جامعه ديوك الامريكيه التي تعتبر اقدم جامعه من ناحيه الارشيف. هذا كل هذا انه يعطيني دافع انه استمر، وايضا طبعت صورتي كاعلان للمسابقه ناشونال جيوغرافيك عام 2019. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شو اخبارك؟ سلمك الله يرحمك. لك صوره. ترك ابراهيم احمد، عمره 70 نعم، متزوج 30 سنه. علمت عن ابو جد، عن ابويا وجد، بس مضى الوقت راحت، لان صار عندنا تهجير، صار عندنا مشاكل، تعرفونها كل زين. وبيوتنا احترقت، فما ضل شيء. فلوجه قبل احسن. نعم الفلوجي قبل أحسن، طيبتها وناسها، يعني ناس على لاهيتها. بس ورا من هجينا ورا وجينا، لا تغيرت، صارت الناس غير شكل، صارت مصالح. والله قبل على البركة الناس عايشة. ذكرياتي أيام زمان، بس هسه شوية طلعنا من الجيش، خربطت الاحوال. زين لو رجع بك الزمن تاخذ صور؟ يعني تبقى تاخذ صور بحياتك؟ اي طبعا هاي الصوره انا اخذتها بعد التهجير، بعد العوده من الاحداث اللي صارت بالمدينه، واللي صار الخراب والدمار، فشويه تألمت من شفت المشاهد. فأخذت الموبايل وقمت أوثق هاي الأحداث. فهنا جذبني مكان معين بمثل الممر وأشعة نازلة. فهنا انتظرت حوالي بالنص ساعة أنه أنتظر شخصين يمرون بهذا الممر والأشعة عليهم، حتى أنت طابع أنه الأمل، أنه الخراب وراء أمل، أنه الأشعة النازلة هي الأمل الموجود بالصورة. فاختارت اللون الابيض والاسود حتى ابرز هذا الشيء وهذا الموجود بالصوره. طبعا نشرته على التواصل الاجتماعي وجابت تعليقات كلش ايجابيه والحمد لله. اول صوره لي بتصوير حياه الشارع، اول كاميرا اشتريتها. فطلعت اتجول بين الازقه بالسوق مال الفلوجه، فشفت لي شياب قاعدين تقريبا خمسه واثنين قاعد يسولفون، فجذبني المنظر مالهم، فجذبني التكوين، جذبني الزاوية. فعد أخذتها وبعدها شوفت لهم إياها، حيل عجبوا بيها. قصة هاي الصورة إنه تتكلم عن حياة طبيعية، الحياة مثل ما نقول الحياة البسيطة بالشوارع بالسوق. فشفت حياتهم بسيطة، يعني قاعدين على كراسي، وهذا الرجال مثل ما نقول شال عكازات يعني بالقوة يمشي، فقاعد على كرسي. وأيضا ضربة الشمس عليهم حلوة كانت، يعني عليهم مباشرة، فأخذت الصورة. طبعا هاي الصوره من اجمل الصور اللي اخذتها بمسيرتي. يوم من الايام طلعت انه اصور ريف المدينه مال الفلوجه، المناطق الزراعيه، مدائر المدينه. فطلعت اوثق، فوصلت مكان انه شفت بي راعي قاعد يرعى الاغنام، فالشمس ضربه علي مباشره، فناطيه خلفيه شبه سينمائيه. يعني صراحه بذاك الوقت كانت عندي هاي الصوره درجه اولى بالنسبه لي، فاخذتها ووثقتها. فهنا الشخصية الموجودة هو الراعي، فأخذتها يعني من مسافة بعيدة، فرحت عليها حتى استأذن، فقال لي حلوة أريدك تدز لي إياها. فأخذت حسابها مال التواصل الاجتماعي ودزيت لها إياها، وما عندي أي مشكلة. فمن نشرتها فشفت التفاعل الجمهور والأصدقاء، طبعا كلش انطاني دافع وكلش انطاني طاقة إيجابية حتى استمر بهذا المجال. ساعة
السلام عليكم. سلام طلاب. السلام عليكم. سلام يا مرحبا. سلام. شخبارك؟ يا صحتك. الحمد لله. يا رب تكون بخير. الحمد لله. أخذت لك صورة. إن شاء الله. حبيبي. محمد إبراهيم جاسم. مواليد 1970. حياك الله. يا هلا بيك. لو سلم. والله تقريبا 35 سنة. إيه يعني من طفولتي لحد الآن. أشتغل بهاي الدافة. دافة قديمة يعني. إيه نعم. كل من يعني شغلته. والله ذكريات إن شاء الله حلوة وما بيها شيء يعني. يعني وين الذكريات يعني مال شغل او مال طلعات يا شغلات. لا انت كمهنتك ايش كم سنه صار لك بالك؟ هاي مهنه قديمه يعني هوايه صار فيها. والله ان شاء الله ذكريات زينه وندافع يعني مستمر بيها والعالم متقبله علينا ويعرفونا يعني شغله قديمه. زين عمي شنو هي الصوره اللي ضيعتها او راحت من عندك وتتمنى ترجع لك؟ انت صوره ماخذها ببالك. والله ما ماخذ شيء بالي. صورة عرسك. صورة عرسها قديمة صار لها. اي والله. زين ما كفت صورة ببالك معينة تتمنى ترجع؟ والله مدي تاخذ له صورة هنا بالمحل. عم بصير ذكرى. ابشر من عيني اليوم اخذ لك صورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحتك. أبيك شلونك؟ أخ عمي خذت لك صورة. الله يسلمك أشكرك. تسلم. روعة روعة. خالد ناجي أحمد. حياك الله. عمري 63 سنة. 63 سنة. متزوج وعندي 3 ولد وبنين. تسأل البنكات ما يراد ليش؟ يعني أقول لك أسبوع واحد يعرف له. أسبوع إذا يجي يقف يوم بيصلح يعرف له. تعلم بس شغلة الكويلات لا لأن هذا حساب وعد ولف وقياس بالجلاميتر بالأوميتر بالهذا تقيسه وتلف به. زين الصوبات شلون تشتغلوها؟ الصوبات بالشتاء نشتغلها وننحم نسوي اللي يسموه الشعب اللي جوه مثلا مخيسان الشعب ماله نحط له الشعب وننحم هيك نعيد الصوبة من جديد يعني بدل ما يذبها يشتري له صوبة مثلاً 100-200 حط له شعب 25-15 ترجع صوبة اعتيادة. زين عمي أنا أشوف محله كوسة وغراض محتفظ بيهن شنو السنة؟ والله قسم سكراب لازم تحتاجه تحتاج برغي تحتاج وقسم مال العالم يعوف بنكته ويروح هيك فتجمع عندك صير هواي ما يصير لك مجال لو رجع بيها الزمن أخذ غير مهنة مو على مود شيء مو ما احبها يعني احبها بس على مود واردها يصير اكثر لان هسه تعرف الوضع يراد له مصروف اكثر فعلى مودها ولاني مهنتي من الصبح لحد المغرب اصلي المغرب ويلا اعزل من كثر ما احب هالمهنه مالتي حتى يوم الجمعه اطلع من كثر ما احب مهنتي. الأحلام المستقبلية طبعاً إنه أحلم إنه أكون أفضل مصور بالمدينة وأكون أوثق المدينة كليتها بعدستي وأيضاً يكون لي أرشيف كل هذا إنه أحلامي لازم أحققها بهذا المجال وإن شاء الله تتحقق.